احلام المغرب تتبدد في تنظيم مونديال 2030 لهذه الاسباب. هذه ابرز كتب هذا الخبر هذا، ولكن كيف العاده من يجي في هذا الخبر من عند السيوم حفيظ مول الطعريجه. قلت على هذه ديالك لا داك المورصه ديال الدجاج، قال لهم خصنا نديروا عليها لونكي طاو مشى عندها حتى للكوزينه. دخل عند القطاع ديال الهضره، انا الموت لا حب الوطن، غنبدل لكم المحتوى ديال الفيديوهات عاد ديما نقول اسكت. اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم عاوتاني في فيديو جديد. فينا شواكر افريقيا؟ نتوما خصنا نسميكم شواكر البريكس دابا. اخوان ما تنساوش هنا لايك وما تنساولوش الاشتراك ديالكم بالنسبه للناس اللي كتدخل جديده، ومرحبا بك. ودابا شوف هاد السيد هذا اللي من هوك شنو كتب لهاد المغربي، قال له لقيتو عليكم انتم الحليب، راكم في ازمه الجوع غير ما تعايروش، الخبز تشريوه فيه قانون ما تقدرش تدي اكثر من جوج خبزات. قال لك اسيدي ما تمشي عند الحانوت ما تقدرش تاخذ اكثر من جوج ديال الخبزات. واش دخلنا عليكم بلاش هاد الهضره كاينه اخويا، سير للحانوت وخذ حتى 100000 خبزه، ما كاينش اللي يهضر معاك، ما كاين لا قانون لا والو، هذا هو راه فيه وراء. وشوف هذا المغربي هذا دار ستوري وجاوبه بواحد الطريقه وواحد لا باقا فشكال. كناس 8 يونيو 2023 غتحبوا تفطر معايا بابك. تفضل تفطر معايا. شو تبارك الله الخليع سي، تبارك الله الفطور كيفاش داير؟ بس 8 يونيو 2023 تفضل تفطر معايا مرحبا بك. تفضل تفطر معايا شتي كيفاش جابو ما عايرو ما سبو، قال له مرحبا بك زيد تفطر معايا. وشتي هاد الفطور هذا اللي كتشوفو، اقسم بالله الا كاين في بعض المدن المغربيه بحال مدينه تازة كاين هاد الفطور هذا، تقدر تلقاه في بعض المقاهي ب 10 دراهم، كاين اللي كيديروا ب 10 دراهم، كاين اللي كيديروا ب 12 درهم. فطور فيه لافوكا داير ب 10 درهم، كيديروا في واحد الوقيته في الصباح، مثلا نقولوا من 8 الصباح ل 10 الصباح، بحال برومو باش كيجيبوا الكليان، ولا انت فطرتي ذاك الفطور وبقيت تشوف مع راسك تقول هذا الفطور هذا هو راه خاسر فيه، حيت هذا الفطور تبارك الله راه مقيم بواحد 30 درهم هي القليله، وحاسبك انت ب 10 درهم ولا ب 12 درهم، فهمتي؟ يعني يا اخي الهوكي فهم هذا الشيء هذا. سيفو ديال 7 يونيو 2023 لو 7 جوان 2023 في المغرب المملكه المغربيه الشريفه. شوف حبيبي حنا ملي كنبغيو نشريو الحليب غنوريك الاختيارات اللي عندنا، وعندك بعدا هنا تبارك الله الجوده لو لي، وهنا بطبيعه الحال غادي تجي تختار مع راسك. عندك هنايا حليب، عندك هنا، عندك نعناع سيدي هنا، عندك هنايا حليب خير موجود، عندك هنا كذلك حليب، عندك هنايا حليب اختار سيدي. ما عجبكش هادشي كله جي خويا، ما عجبكش هادشي كاين حاجه اخرى. نعم اسيدي جيبها، اولا عندك هنايا حليب. يلا ما تعاودش تهضر على الحليب. كاين الغير موجود اخي، غير موجود فهمتي، وشو غاملاوح ما كاين لا صف لا والو، هز ولا ما زادش تكون دافي. بارطاجيو هذا الفيديو الاخوان، ها حدا دابا تيبان لكم الشارع، ها هذا شارع، انا غادي نجي لكم لواحد لواحد الروبيني ديال الماء في سبيل الله. هذا الشارع هذا والي شادين السربيس على الماء، والي شادين السربيس، هذا الجليج وحتى الزبل دايرينو فين يتلاح، ها والجليج راه شارع عمومي عادي. ها وكيف ما كتشوف هذه راه ماشي زعما نقولوا شي بلاصه اللي نقولوا بحال السونتر فيل، ولا كتبان هي منطقه ديال الاحياء الشعبيه، ولا نقولوا بحال المدينه القديمه ديال مثلا بحال دفاس، ولا مثلا ديال شي مدينه فهمتيني. هذا الجليج وحتى الزبل دايرينو فين يتلاح، ها والجليج المغربي، ها ها بسم الله. وعمي تبون راه في البريكس وات بيبين واتبون انت، ها الماء في الشارع هذا، راه الشارع هذا ها الماء، والي تيضلو يهرسي راسنا بالقوة الهاربة، ها الماء ها وسط الشارع، واش تيبان لكم؟ لا تقولوا فوتوشوب، ها وحتى اللي بيضو الضحى تسليه السيما، ها هي حتى اللي بيضو الضحى. اشواكر لافريك انتوما راه تقاشر لافريك، تبارك الله على اشواكر لافريك. واش راك ولدي لاباس؟ راكم تقراو مليح، وراكم تاكلوا مليح، واش كليتو البارح؟ واش كليتو البارح؟ ها؟ عدس واليوم واش راح نتوما مازال ما على بالي، بعد كليتو عدس كليتو مليح سخون ولا حاجة سخون؟ زعما هذا الدري اللي راه خلعتيه، راك خلعتيه يا صاحبي سخونة، ها؟ ساكن ساكن
مساكن والله الا يبقاو فيا الدراري بحال هكا صغار الله الا كيبقاو فيا مسكر في صينهم 100% كامل ياك وجبه سخينه واش داروا لهم اليوم وجبه سخينه مقدمه في روطانه ولا في نادي وجبه سخينه السلام عليكم سيداتي الكرام كيفكم تعام قلت على هذه ديالي كلات داك المورصو ديال الدجاج قال لهم خصنا نديروا عليها لونكي طاو مشى عندها حتى للكوزينه تعاموا باه بال وين جيتوا لمزه زاد وياكلوا باك وحده والحمد كيف ياكلوا الحمد ياكلوا مره في الاسبوع لا الحمد ما يخمش كامل مرة في الأسبوع ماكلوش الجد هذه هنا أنا هذا المفيد تاع المطاعم المدرسية شوفوا الجد لا شوفوا الجد داك لا المفيد الجد لا نوري أوفيسيال أونكيت عاش فين أونكيت لا 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 هذا من نهاية هذا المسير قالوا ندير أونكيت ما كاينش الحم ما كاينش كاين الدجاج ما كاين الدجاج كون كلات الطباخه نديرو لونكيت ما كاينش كان واحد السيد كتبات لي الفيديو اللي فات على الكومونتير كتبات لي هما بعدا راه تيديروا دوريات وتيشوفوا هاد المطاعم شوف هذه راه كتسمى هذه غير احدى الناس ما راه ما يتبدل والو هذا الشيء اللي كان غيبقى هو هو فهمتي الدجاج ما كاش الدجاج ما كاش اللحم ما كاش راه ما كاش مطاعم ديالنا ديال المدارس اقسم بالله الا داك الشيء كيتهلاو فيهم اقسم بالله انا كنعقل كنت نقرا في واحد المدرسه شحال هذيك ابتدائي هكاك وهذيك المدرسه فيها مطعم دوك الدراري اللي تيجيو مثلا من الخارجيه كيكون عندهم واحد الرخصه على انهم يقدروا ياكلوا في ذاك المطعم ماشي بحال الدراري اللي تيكونوا مثلا ساكنين يعني في ديورهم وتيقراو تما ما كيكونش عندهم الحق ياكلوا في ذاك المطعم ولكن الدراري اللي تيكونوا في الداخليه عندهم الحق على عندهم واحد البون كيقدروا ياكلوا في ذاك المطعم وتالو كيتهلاو فيهم كيعطيهم الحليب كيعطيهم الخبز كيعطيهم المهم الدجاج اللحم تيتهلاو فيهم يعني كانت الماكله باخر كانوا كيتهلاو فيهم بالعكس كانوا ديك الدراري تيهزوا الماكله من تما وكيجيبوها معاهم للقسم وتيبقاو ياكلوها في القسم المهم كان الخير موجود اما القضيه تقولي لي راه بعدا كانوا كيراقبوا لا 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 مجال للمقارنه اقسم بالله مطاعم مغربيه كيتهلاو في الدراري والله الا كيتهلاو فيهم غير تقدر تكون شي استثناءات ولكن داك الشيء غابر ماشي بحال هكا باين في اذاعات مغربيه في اذاعات يعني جزائريه لا طعم باش تسقيها سيدتي الكريمه بالمرق بلا ماء بلا ماء الله يلعن سمعتي الطعام مسقيها بوحديتو هكا بالماء لا حول او انا راح نسكتيكم وانتم تسريبونديو زادك تعرفوا هذا هو اللي سرق اللحم سرق اللحم كاين سرق الزيت وكاين سرق اللحم هو التبول تحليه المياه البحر عندنا 1200 كيلومتر تاع شواطئ يعني قادرين تقريبا كل قريه نديروا لها المحطه نتاعها تحت تحليه المياه التبول قادر يحل مياه البحر وكي غادي يكون المذاق ديال الماء غادي يكون بحال الزيكو انا شرحت لي شنو هي الزيكو ماكش عارف شنو هي شوف شي كلو تبورة يا ودي على محطة التحلية يا ودي شي راه خطيرة هذا يمثل خطر على السكان هنا ويسكن خطر على الجوارين راك تشوف هنا الحديد تاعو ديجا بدا يبان كيعمروا الماء ما يقدرش يعمروا الماء بزاف سينو يبدا يضيع الماء لتحت تيوات رشاو الماء راه ديجا الكلا كاع السكان لتحت الارض تاعنا السكان هذه خلاص رشات تشوف الحديد راه يبان منا راه مشقوق الفوق تشوف كل خطا طيح مرسوم منه يشكل خطر على الدراري الدراري هذو اللي هنا دوك ما نخليهمش يلعبوا غير بعد رد بالك رد بالك هذوك هذا يشوفوا له حل هذا الشاطئ يا يرموه يا يهدوه ينحوه ميبقاش هكذا يشكل ويزيد بزياده مازالوا يستغلوه يعمروا فيه الماء باش يشربوا منه واش تشرب فيه هذا خلاص الشيخ لا لا هذا من الواجب اوليدي هكذا باش تعرفوا بلي بلادكم كبيره وغنيه فيها طبيعه وفيها فيها بحر فيها جبل فيها صحراء الى اخره وهذا باش يخلينا بني اولادنا وكل يحبوا البلاد ويحبوا الجزائر هكذا باش غدوه ان شاء الله كي تكبر قول لي درك قول لي ما نحركش
قول لي دورك. دورك ما نحرقش خلاص ونيزة دابا هذا دابا هذا وازدي رابط عند الشباب كيستعطفهم باش ما يحرقوش. واش انت احمق؟ راه الشباب دير لهم فين يخدموا، دير لهم مناصب شغل، دير لهم وفر لهم ماكله بعدا، وفر لهم حيد هذاك الطوابير، دير شي حاجه في البلاد. الشباب اصلا ما غايلقاش لاش غايحرق. علاش الشباب كتكون الهجره السريه؟ حيت ما كيلقاش في بلادو، عاطيها، ما كيلقاش شحال من حاجه، كيتجه لانه الهجره السريه انه يحرق. فهمتي؟ كيشوف مستقبله في بلاد اخرى على انه يدير مستقبله تما وكذا. وهذه راه ماشي بهذه الطريقه. قال له صافي، قال له ما تحرقش، قال له ما نحرقش، قال له صافي برافو عليك هنيتيني. يحبوا البلاد ويحبوا الجزائر هكذا باش غدوه ان شاء الله كي تكبر قول لي درك، قول لي ما نحرقش. شا يكبر هو السيد راه كبير، فين هذا يكبر؟ قول لي درك، درك ما نحرقش خلاص صافي درك ما نحرقش. عطاه البيرميسيون. احلام المغرب تتبدد في تنظيم مونديال 2030 لهذه الاسباب. هذه اوراس كتب هذا الخبر هذا، ولكن كيف العاده منين جاي هذا الخبر؟ من عند السيوم حفيظ مول الطعريجه، هو اللي كتب هذا البوست هذا. كتب مونديال 2030 لم يعود غايه ايضا ولا حتى وسيله مثل ما كان مع قطر، خصوصا بعد ان تبين ان المملكه لم تعد مهتمه بتنظيمه رغم علاقتها الجيده بهيئه انفانتينو الذي يفضل تنظيمه في الدول امريكا الجنوبيه احتفالا بذكرى المئويه لتاسيس مسابقه كاس العالم للاوروغواي سنه 1930. حطنا واحد الرابط انا فاش كتدخل وكتلقى كيهضر على المملكه العربيه السعوديه. ايوا وقاس كيتلاعب هنا وهنا وكيحشي الهضره، راكم عارفين. شو هي فعلا كانوا مخاطر وتهديدات على التنظيم وداك الشيء بسبب داك القوبله اللي دار هذاك خانه. المهم ولكن راه يعني من بعد داروا له الاقاله ديالو وجابوا رئيس جديد وهكذا طواو الملف وجمعوه طواو. يعني صافي هاد الهضره اللي قالت ولاد حافظ مول الطعريجه راه ما مناش، وهذه كتسمى واحد الضغوطات ديال البراكس. سمزي ضغوطات ديال البراكس راك ما عارفين كيحاولوا ينفسوا على راسهم بهذه الطريقه وصافي. سير انا كنت داخل ديال الفيديو، نتلاقاو في فيديو جاي. بيس الله وتهلا.